قناة سكايب السيد ماهر المديوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب في الذكرى السابعة لاغتيال الشهيد التونسي الزواري محمد الزواري القسامي. لا يزال التونسيون ينتظرون احتفاء رسميا يكرم هذا الشهيد الشهيد القسامي الذي رفع صورة وصوت تونس عاليا. احتفاء بسيط، تسمية رياضية، تسمية يعني لست أدري، مسابقة ثقافية، جائزة وطنية، مسابقة وطنية، لست أدري، تسميت حتى شارع باسمه، احتفاء رسمي. الآن من يذكر من تونس غير الزواري في هذه الحرب؟ هذا ما ينتظره التونسيون كما قلت، أضعف الإيمان، تظاهرة ثقافية، لست أدري، مسابقة وطنية، جائزة وطنية، احتفاء بالشهيد الزواري. نرجع سي ماهر المذيوب، انكفاضة عاملة تحقيق منذ أشهر، اش حكيت على التآمر عام الدولة، قضية التآمر عام الدولة او كيف تجتث المعارضة من جذورها بملفات جوفاء. اعتقد انا في البحث البسيط شفت ابرز عنوان وربما تقرير يلخص سيرتو هذا تحقيق، انه بالفعل ما ثمش أدلة على الأقل قوية، لأنه الأصل في الشيء البراء بعد 10 شهور، نحكي على احتفاظ ثاني راه مش من هرة وثاني، ما ثمش أدلة قوية، لم تستطع السلطة لا بنقاط إعلامية، احنا عندناش نظرة صحفية بطبيعة الحال، احنا نظرة صحفية بشكل عام عندناش، ندعو تقنع الرأي العام، لماذا هؤلاء محبوسون يا صاحب؟ قيادات مصطفى الأول المعارضة محبوسين بعد 10 شهور في كبار السن، سن متقدمة، شريتها هاربين هما، سيما هكا نحن الخروج من الأرض وطن، لكن ليش تخلي في السجون يا رسول الله؟ عندهم عائلات، عندهم أمراض. سي ماهر، العدد تقريبا هنا يعني 50 معتقل في السجون التونسية، ما بين النواب، بين رئيس مجلس نواب الشعب، ما بين قادة للمعارضة المدنية السلمية، ما بين مدونين، ما بين صحفيين، وما بين نقابيين وناشطين ضد الانقلاب. ما عدا والله سي ماهر مرة أخرى ذكرت، الله ينورك، لسعد البوعزيزي سيدي بوزيد موجود 14 ديسمبر كان سجن، وطلع صراحة علمت منذ أيام أنه الآن ممنوع من العودة لسالة عمله. نعم نعم نعم، هذا عينة حتى أنا ذكرت فرصة الآن، هذه من المظالم المتواصلة للأسف الشديد. أنا ربما مفشك أكثر الحقيقة، لسعد مأساة، لكن مأساة كذلك كثير من النواب، كثير من النواب الشعب الموجودين في الخارج، ويتحدث معناها بشكل سمج ولا يليق برئيس جمهورية ولا يليق، ويوما ما سنقف كلنا أمام الله سبحانه وتعالى عندما ادعى علينا بأن أخذنا 150 مليون على الفصل، ويقول له يا قيس سعيد يوما ما ستقف أنا وأنت وأطالبك أمام الله أن يوم أني خذيت من ليم أحمر من أي إنسان أو أي نائب في تونس 19 معناها 24 خذا من ليم أحمر من أي كان باش يعدي مشروع قانون، وأنا أطالبك أمام الله أن اليوم نعرف زملائي في الخارج اللي أنت تدعي عليهم بعدم الوطنية وكذا، اللي يخدموا في المرمى وهم معناها عندهم شهادة عليا يخدموا بالمرمى، وشافوهم زملائي وديهم معناها تعمل معناها فهمتني، ويخدموا بشرف وبعرق، ويخدموا معناها من أجل كرامتهم وكرامة عائلاتهم. عندي نواب نقول عندي معناها زملائي معناها مؤسف يعني زملاء، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، اللي ما يمكن يقعد نهارين وثلاثة ما يجيش ما يأكل، وعمره ما يفكر بأن يخون بلاده ولا يخون فكرته ولا يخون معناها فهمتني معناها القسم اللي أداه. أما أنت يا قيس سعيد خائن القسم، أنت خنت القسم لأنك اعتديت عن الدستور، لأنك ألغيت الدستور، لأنك استدعيت الجيش التونسي لغير مهمته، وتحاول تشويه صورة الجيش التونسي النقية بهذه المحاكمات العسكرية لقادة المعارضة التونسية. هذه أفعال كلها إذا ما تحاسبتش عليها في الدنيا، وأنا أقول لك ومبشرك من الآن وخذها مني أنك ستحاسب عليها في الدنيا لسبب بسيط،
لأن الظلم ظلمات، واللي احنا في تونس نعرف بعضنا، واللي تعمل لي تعمل لك. بورقيبة أساء للباي ولعائلة البيات، جا شكون نحى من معناها يكون من داخله نحى وهزوا معناها وخليها 23 سنة حتى لا معناها حتى الدفينة بتاعه معناها فهمتني معناها عبث فيها. بن علي نفس الشيء 23 سنة عبث بالبلاد والعباد، بعد معناها من داخله زيدا من داخله نعاودها لك كلمة من داخله هزوه مرابعة هكذا ومشى للسعودية ومات هناك. أنت كنت أستاذنا وقريتنا القانون، لكن اعتديت على الدستور واعتديت على القانون، والأهم من هذا أنك اعتقلت رئيسنا، اعتقلت نواب، شردت نواب وشردت معناها جزء كبير من الشعب التونسي، وهذا ستحاسب عليه وكما تدين وتدان وكما تعمل هي تعمل لك. هي قاعدة فقهية أستاذ ماهر يقول لك الجزاء من صنف العمل. نسأل الله السلامة إن شاء الله ما يكونش، اللهم لا تجعلنا من الظالمين، هذه رسالة لكل حاكم ومحكومين. شوف سيدي الكريم أقول لك حاجة، أنا لا أدافع عن أحد، أنا أي إنسان أخطأ اللي اخطأ يخلص. نعم أجرم يتفضل. نعم يتفضل أي إنسان أجرم يتفضل، لكن الظلم مش باهي، معناه الظلم خاصة مع ناس خدمت يعني معاك بكل إخلاص ودفعت الثمن كبير، أن نحاتهم كنا معناها ما نشتطش من أجل ولدها، ومعناها وعملت كذا وعملت كذا باش طلعتك أنت. الناس شافت فيك الخير، شنو عملت لك النهضة؟ أنا نسألك شنو عملت لك النهضة اللي هي طلعت لك للرئاسة واللي تنجم تطلع كل تهبتك في أي انتخابات؟ ونقولها لك شنو عملت لك باش اليوم عندها 100 واحد خدامة مساكن الزواولة؟ والله أنا معروفة هذه، أنا لا نمشي للنهضة ولا نحضر في اجتماعات ولا عندي عضوية ولا عندي أي دواولة، هذه الواحد 100 واحد، لكن نعرف على كل حال الصحفيين اللي فيهم ديما أنا، لأن هذوك الزملاء أنا ندافع على الزملاء. نعم 100 واحد اليوم من المتوظفين معناها ميتين بالشهر، عندهم قداش من شهر؟ لا عندهم شهر لا عندهم شهر، وبنية كيما كيك مسكرة لأن مقراتهم مغلقة، هذه معلومة مهمة. نعم علاش؟ وعلاش؟ علاش علاش تعتقل في الغنوش؟ علاش تعتقل في فلان؟ عندك مشكله مثلا نحن نقولوا مع فلان يا خويا، ما هو من السفر وتصفي مع توسي، لانه الزمن القضائي مش كيما الزمن هذا، وهذا فهمناه وحفظناه جديده متفقي. معناه وعلاش انت تحط على نفسك معناها 50 واحد مسجون ومعتقل؟ وين شنو عملت لك الاعتقالات؟ ونقول شنو عملت لك؟ سكرت عليك العالم وما زالت تسكر عليك العالم. إذا ما عملتش انفراس سياسي سيد قيس سعيد رئيس الجمهورية، أول انفراس سياسي، وهذا راه مش مطروح للنقاش ومش مطروح لمفاوضات لا من الداخل ولا من الخارج ولا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة. أول حاجة باش تعبر عن حسن نيتك تجاه الشعب التونسي، ماك تحب تنجح في الانتخابات القادمة، هو إطلاق سراح جميع المساجين السياسيين بدون قيد ولا شرط وغلق كافة الملفات الفارغة اللي تسجلهم. هل يعني إطلاق سراح المساجين يعني مش تزكوه في الانتخابات؟ سيد الكريم نحن نقول تنقية الأجواء السياسية، نعم نجو الانتخابات مش يجيوها نهار مش يقولوا راه هو ترشح، كان صار نجم نعطيه رأينا، لكن أنا حبيت نذكره ان الذكرى تنفع المؤمن مهم جدا، خاطر هو ناس يقول انا طلعت وحدي، طلعت وحدك صاروخ تطلع وحدك، ما تيش صاروخ، انت ترشحت وترشحت مع سي نبيل القرن وانا فهمت ودخل الحبس وكذا وكذا، وفي الاخر اللي حط الميزان هو الغنوشي، واللي حط معناها سكر الميزان هي النهضه. لو كان مش 700 الف صوت نتاع النهضه ما تطلعش، علاش قدرت بيهم؟ علاش سمعوك وتعرضوا بالحبس؟ جاوبني. أما بالنسبة لي أنا تنقية المناخ السياسي علاش؟ لأن الوضع في تونس الآن بائس. سيادتك أنت تحدثت وأنت جبت بالأرقام،
تونس في حاجة إلى 28 مليار دينار للسنة القادمة. تونس ما سكرتش الميزانية هذه، باش سكرها؟ ما عندش شكون. قال صندوق النقد الدولي نيت، رغم هو يطبق ما طلبه صندوق النقد الدولي بحذافيره، ونجم نجيب لك بالارقام اللي يعمل فيه تو الان. السكر ما ثماش، والحليب ما ثماش، واكل افلام وكذا. هو نقص الفلوس، ما عادش يجيب، ما عادش يدعم في الامور هذه، بالتالي ما عادش في السوق.